قلت يا كابتن ان النادي الاهلي قبل كده قبل ما احمد فتحي والحوار ده كله هيحط مبلغ، عاجبك يا احمد عاجبك مش عاجبك خلاص، بالظبط كده، بس هو ده اللي ده حصل. اللي كان انت مفروض كابتن معترض على المبلغ اللي حاطينه النادي طبعا الاهلي، كبير بس ده جدا. اعتراضك، لكن فكره ان انا اهديك زي اي لاعب في الفئه الاولى زي وليد سليمان مش هطلع عن كده، ده اللي عمله النادي الاهلي، صح ولا انا غلطان؟ مفيش في الاحتراف فئة أولى وفئة تانية وفئة، هو هو كابتن في احتراف في فئة أولى. هو عرض طيب وطلب، هروح بس هو لابراهيم بقى، النهارده اللاعب هروح لابراهيم جاي وارجع لك محتاج يا كابتن مكان والله. ولا مش؟ طب ما أنا بدي، طب ما أنا بدي طب بس انت اسالني وانا إبراهيم، جاوب. طب ما أنا بدي جاوب علي يا معلول مليون دولار في مليون دولار. في السنة، إيه طيب الغاية؟ ابراهيم يعني نقطة مهمة جدا، وانا كنت ما بقولها الفلوس حلوة بره قوي، إنما احمد جوه لا. فتحي، طب احمد لسه فتحي، هو جاوب. احمد، لا لا استنى بقى خلاص بقى، احمد فتحي دلوقتي كل الناس بتهاجمه، ابراهيم سعيد لما انتقل من النادي الاهلي لنادي الزمالك هاجموك بنفس الشكل ده؟ طبعا اكيد. بص طيب يعني خلي بالك لان اداره الموضوع النادي الاهلي مختلف، حاجه وجماهيره حاجه تانية. لان الموضوع مختلف لانك انت اتنقلت من الاهلي للزمالك، فالموضوع مختلف يعني واخد بالك. هو بس القصه ان الجماهير كانت متعشمه في احمد فتحي لان هو نجم من نجوم النادي الاهلي، ومن برضه من اللاعبين الخبره جوه الملعب، فطبعا الجماهير كانت متعلقه بيه بشكل كبير جدا. هو من اللعيبه الرجاله، ودي العنصر ده قليل جدا في النادي الاهلي في الفتره الاخيره، فهو كانوا متعشمين ان هو يبقى موجود، هيبقى من ضمن كباتن الفرقه، فكل دوت على فكره اثر في العلاقه ما بينه وبين احمد في النقطه، ولا الاهلي خسران ولا احمد خسران من ناحيه ماديه، بس خسران من ناحيه جماهيريه. خلينا نتكلم في النقطه دي، لان النقطه دي وهل الوقت الحالي قال طب بالنسبه الجمهور للاعبين، هياكله؟ لا معلش هل معلش دلوقتي هو الجمهور ابراهيم هياكله بص يا كابتن، كابتن وانا انا لسه ابراهيم، كابتن السؤال ده هو الوقت الحالي بالنسبه للاعبين بيفرق معاهم الفلوس والماده ولا الجماهير. بص كل الجماهير؟ واحد بيبص لها من منظور، بس كناحيه جماهيريه احمد خسران في النقطه دي، ده ما فيش شك طبعا. دي خسران نقطه. في ايه بس؟ يخسر ليه؟ لا لا خسران، والجمهور انساله خسران، بطولاته لا ليه؟ بس خسران معلش. ايوه انساله بطولاته ليه؟ يعني دي مش هيحس بيها غير ويخسر ليه؟ ما ليه نبقاش يعني؟ احنا، ملاش احنا ما عندنا رقي بقى الجمهور اللي مع المادي، السلامه، الجمهور القدام المادي اللي انت حسيت بيه. استنى بس، تمام. اللي اتعمل معاك واللي اتعمل معايا واللي اتعمل مع رضا واللي اتعمل مع اي واحد له راي مخالف ده غلط مش صح؟ طبعا ما هي ده دي جمهور القصه، غلط، ده الجمهور ده غلط هو ده، دي هي يا دي عم. انا سنه ما الحياه. اخي مش سنه الحياه، ده سنه الحياه في الغلط. كابتن احنا بنقول بعض لامبرد، الجماهير يا كابتن مش كله، خلي بالك لامبرد خلي في ساب جماهير يا النادي عم، الاهلي في ناس بتقول لاحمد بالتوفيق بالتوفيق. يا عم. واحده واحده، لامبرد مش ساب تشيلسي وراح لعب في مانشستر سيتي؟ تمام. النهارده هو مدرب ايه؟ تشيلسي. هو عشان احتراف الدماغ. خد بالك يا كابتن هو في ده، برضه هي دي في كوره. جماهير، يعني شفنا لويس فيجو راح برضه من برشلونه مشى للريال، ريال مدريد. الامور اختلفت يا برضه معاه سيد جماهيريا. الفاضل، يا سيد الفاضل، انت النهارده من برشلونه للريال مش ودول بقى حاصل اللي هم الجماهير يا اللي احنا عم بنقول ماشي، عليهم. بس مش ما حصلش ان يعني الراجل اتدمر تاريخه او ان اتشوه او ان بقى خاين. راجل خاين واديته لقب الخاين ده وتسحب منه. وكبرهم هناك ايه؟ ان اول ما يمسك كرة يصفروا عليه مثلا او ايه بس؟ يقصوا عليه بس، وبعدين مين هو اللي انما بيغسل جمهور الخصم يعني؟ مش الباقي يقابلوك ويجروا وراك ويحدفوك بالطوب وبتاع ويكسروا لك عربيتك. ده لا ده طبعا تصرفات مرفوضه. طبعا قول يا ابراهيم والله قول، عايز اسمعك. برضه في نقطه برضه بتكلم فيها، ان المفروض دور الاداره التعامل مع النجم بيبقى مختلف. يعني برضه النجم لما بيكون في هو ده اللي احنا بنقوله يا ابراهيم. طب انا لسه قلت حاجه. لا لا ما هو ده اللي، اصل انت بتقول حاجه وبعدين هي دي اللي بتكلم فيها. ان يعني انت لما مشيت من النادي الاهلي مشيت ازاي؟ انا ما كانش في تفاوض من الاداره معايا على فكره. انت عارف لو قالوا لك، لو بقول لك انا والله بعد كده هحط كمامه لكل واحد بعد ما يخلص سؤاله عشان والله خليني اتكلم بقى. يعني انا خد بالك نفس المشكله اللي احمد فتحي قابلها نفس المشكله اللي انا قابلتها في الاهلي، ان ما كانش في تعامل من الاداره. بس هو ده اللي هي دي، هي دي النقطه يا ابراهيم. بتختلف طبعا التعامل من الاداره، بتختلف. خد بالك جيت قعدت معاك لما يبقى رئيس نادي، عشان انا جيت قعدت معاك بتختلف في التفاوض على فكره. قعد مع مين؟ مع احمد فتحي. طب ماشي قعد مع، عشان هيجدد. انت عارف لو مش هيجدد وربنا ما هيقعدوا معاه.